مساء الفل عليكم، مساء الجمال. معاكم سلمى من قناة لومي تشانل. ان شاء الله النهاردة هروح معاكم رحلة ظريفة جدا جدا. زي ما انتم شايفين قدامنا ساعة بيج بن، فاحنا ان شاء الله هنروح انجلترا، بالتحديد هنروح لندن. مفروض انا كنت في ولاية تانية غير لندن، انا جاية مفروض دلوقتي من ريدينج، وحركه بالقطر لغايه لندن، مسافه صغيره جدا. اتفاجئت بحاجه حلوه قوي قوي في محطه القطر في لندن، اوركستر وهمي. هسيبكم معاه تتفرجوا عليه وارجع لكم بعديه. احنا في محطه القطر، وصلنا لندن، لنا اوركستر في محطه القطر. الدرامير اصلا عامل ازاي؟ واو. كده دلوقتي قدامنا البيج باس. البيج باس ده وسيله، يعني من ضمن وسائل الانترست قوي في لندن، انك انت تبقي راكباه بتتفرجي على الميادين، بيلف بيكي تقريبا لندن كلها، بيعرفك الشوارع، بيعرفك الميادين دي هنا في ايه. زي ما انتم شايفين بيبقى دورين، الدور الاول بيبقى مكشوف كده، الناس ممكن تتفرج منه، تصور منه من تحت مكيف. ده عباره عن تيكت بتحجزيه اونلاين او بتشتريه من اي اماكن البيع موجوده في الشوارع كلها. ظريف قوي قوي قوي. بيتميز بميزه حلوه قوي قوي، انك اول ما بتركبي بيبقى فيه زي بوكس كده بتاخدي منه هاند فري، فيه هاند فري كتير جدا، بتاخديها وبتحطيها في الكرسي اللي قدامك. يعني هيجيلك دلوقتي المكان اللي بتحطي فيه الهاند فري، بيتكلم معاكي كل اللغات، بتنقي اللغه اللي انت عايزاها حسب الرقم اللي قدامه اهوت المكان، وبتبقي انت سامعه الجايد اللي بيكلمك، يعني كان في راجل معاكي، في حد معاكي بيحكي بيوصف لك الاماكن فيها ايه باللغه طبعا اللي انت فاهماها. احنا هنمشي كده في شوارع لندن. من اهم ما يميزها زي ما انتم شايفين المباني، يعني هم ناس عندهم احتفاظ بالتاريخ وحب للتاريخ. دي الهايد بارك، دي حديقة من الحدائق المشهورة قوي، الهايد بارك. عايزة اقول لكم اجزاء بيج بن، التاريخ عندهم حلو قوي، ما بيهدوش ويبنوا، بيرمموا دايما المباني بتاعتهم، فيها تماثيل تحفة، ديزاين يجنن، حاجات زي ما انتم شايفين، يعني حاجات من 1800 وحاجة. ده ميدان بيكاديلي، ده كوبري. هنا من الحاجات الحلوة قوي، جنب كل عمود إنارة في ورد، ورد طبيعي طبعا أكيد بيتغير على طول لأنه طبيعي مش بيسيبوه يموت. يعني من الحاجات الحلوة قوي يعني اللي عجبتني، ميادين عامة وحدائق. ايدي ساعة بيج بن، وكده نهاية المطاف او نهاية الخط معانا في الباص اللي احنا راكبينه. هننزل دلوقتي هنا وهنشوف لندن اي، هنركب مع بعض لندن اي. حاجة تبدو انها مرعبة شوية، بس هي مش هتبقى مرعبة لانها بتمشي ببطء جدا. هنشوفوها دلوقتي. دي لندن اي، دي المفروض ان احنا هنركبها. طبعا هي ارتفاع وهمي. هتتفرجي تقريبا على معالم لندن من فوق. يعني فظيعة طبعا، عالية جدا جدا. طبعا الناس بتقف طوابير عشان تركب، ومن اهم حاجة بتميز هناك صراحة ان الناس في نظام، في طابور. احنا كده ركبنا لندن اي، هنبدا بقى في الارتفاع، ودي صور انا مصوراها عن طريق من يعني الارتفاع دوت. ده المكان اللي بنركب فيه، حوالي 15 20 فرد بيركبوا فيه. وادي الصور من فوق، طبعا شكلها يجنن. ده نهر التيمز اللي موجود هناك. المحطه الثانيه في نفس المكان تقريبا قدام لندن اي على طول. ده زي مكان ستوري كبيره جدا عن المجازر اللي حصلت في انجلترا زمان،
والسجون والتعذيب، يعني 2 ساعة ونص حالة من الرعب غير طبيعية، يعني ما اقولكوش. ده دلوقتي ده اهوت الباب مكان الدخول، المكان من بره. يعني هنشوف كمان في ورقة كده حاطينها الحاجات اللي انتي هتشوفيها جوه، كاتبين crimes punishable by this، يعني العقاب، عقاب الجريمة بالقتل. ده هنا ممر، انا بس الايموشن ده حطاه عشان ما ظهرش. ده زي ما تشوفون زي ترين كده، وحد بيستنجد بيكي زي ما انتم شايفين المنظر. يعني انا اول ما دخلت اصلا يعني استقبلونا بكلمة have a nice this، يعني موتا سعيدا، يعني نتمنى لكم موتا سعيدا. طبعا بتسمعي صوت تعذيب وصوت صريخ وصوت يعني، وتلاقي جثث وتخشي مشرحة وهمية. هندخل دلوقتي بقى على الكافيه. ده كافيه في نهاية الرحلة ديت، جوه نفس البيت الرعب دوت. يا الله، هنا كل حاجة بتتحرك، الأرض بتتحرك، الكوبايات بتتحرك لوحدها، البيانو بيعزف لوحده. حابة أجيب الصورة مقربة للبيانو. مكان عفاريت من الآخر. خد المحفظة. Nobody plays piano. طبعا المكان موحش، في وحشية كده. متلج. الفري كيك ده كان بيعملوه مفروض بدم البني ادمين، بس مجرد رعب بقى. هنا بقى المحطة اللذيذة قوي قوي قوي، ده متحف مدام توسو. ده متحف شمع، في محطات كتير جدا، هنتفرج على ممثلين، في محطة صغيرة كده رعب، في سينما 3 دي، سوري 4 دي، من الحاجات اللي كانت ظريفة قوي قوي برضو. هنشوف فيها تماثيل شمع، ناس مشاهير، هتتخضي جدا اول ما هتشوفيهم هنا. استحالة، وكمان على الطبيعة استحالة تصدقي ان دول تماثيل، يعني حاجة وهمية معمولة بتقنية عالية جدا جدا جدا. ده المتحف من بره، وهي دي معانا، هي دي مدام توسو. ده تمثال لمدام توسو نفسها. ده شريك. هنا العيلة المالكة، كل دي تماثيل يا جماعة. الملكة اليزابيث، وهنا ابن ديانا ومراته. الحقيقة دي ممثلة قديمة مش متذكرها قوي، انجلينا جولي وبراد بيت تقريبا. ده مايكل دوغلاس، مارلين مونرو، شارلي شابلن، أميتاب باتشان، سلمان خان. على أنا اللي ماسكة إيده على فكرة، معلش. الصور صغيرة. مورجان فريمان كينج طبعا، توم كروز، انجولينا جولي تاني، براد بيت. معلش الصور صغيرة لأن أنا قصة نفسي منها من الصور، فمعلش الصور طلع صغيرة شوية. هنا هيتشكوك وديانا أميرة القلوب، محمد علي كلاي. هنا تمثال للحرف، أوباما،
يعني مش هقول. هنا شارلوك هولمز، جورج كلوني طبعا، جاك سبارو، هنا كيم كارديشيان كانت بتصور يعني كان الموبايل بيصور بيلقط صورة سيلفي بجد، ويل سميث الله يرحمه، الملك عبد الله، ده سبايدر مان طبعا. يعني طبعا ما صورتش طبعا كل اللي موجود، لان طبعا انت منبهره جدا بتتفرجي منبهره، فمش عارفه تصوري، مش عارفه يعني ده الحاجه اللي قدرت اصورها، وفي صور تانية الحقيقه ما عرفتش ان انا اقص نفسي منها خالص، فعشان كده ما صورتهاش. دلوقتي هنركب ترين مع بعض، هنشوف حاجه حلوه قوي قوي قوي، وهشوفكم بعديه. Welcome to the spirit of London. Good London. Good London. Good London. Good London. Good London. You are now going back 400 years to the London of Queen Elizabeth I. Yeah.
Please remember to take all your personal belongings with you. Goodbye and thank you. طبعا هي كانت حاجة ممتعة جدا جدا، لذيذة قوي قوي بصراحة، أنا كنت مبسوطة فيها جدا جدا. هنا بقى في محطة تانية، دي الأكواريوم اللي فيها بقى الحاجات المائية، الشريك، القروش، والقطارين، شكله ظريف قوي قوي من الكائنات بصراحة اللي أنا بحبها قوي. دي كلها كده حاجات مائية، وتقريبا هو ده موجود في يعني بس طبعا الفوردي اتفرج على فيلم في سينما. زي ما انتم شايفين دي كلها الحاجات المائية، وبكده بتكون خلصت معانا النهاردة الفيديو بتاعنا. يا رب يا رب يكون عجبكم وتكون استفدتم، لكل اللي عايز يروح او اللي مش 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 روح يعني هناك يكون شاف حاجة حلوة ما شافهاش قبل كده. ان شاء الله اجيب لكم رحلات تانية حلوة ونتفرج على اماكن جديدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، وبعتذر اني طولت عليكم فعلا، ان الفيديو النهارده كان طويل شويه. واشوفكم على خير وفيديو جديد. باي باي.